من الصحافة العالمية كمان حديث مهم عما يدور في البرازيل بعد تعرضها لفيضانات شديدة ومشاهد مؤلمة بتتابعها من أيام قليلة. طبعا زي ما بنشوف وهتشوف معاكم في الصورة، المياه الفيضان وصلت لأنها تغطي مدن بأكملها وأسطح المنازل، أكثر من 100 قتيل ومأساة كبيرة بتحدث في البرازيل. وطبعا المشاهد دي زي ما بنقول دائما انه بتعكس طبعا التغيرات المناخية الحادة واصبحت متكررة ومرعبة في عدد كبير من انحاء من البلدان في انحاء المعمورة. يعني طبعا كنا قبليها في موجة فيضانات برضو كانت قاسية في دول الخليج العربي، وتالتها موجة عواصف ايضا قوية. فده ما يحدث أيضا من حالات تطرف المناخ. احنا معنا الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس. أهلا بك يا فندم منور. مساء الخير يا أستاذ حسام، مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني فيضانات أخرى شديدة القسوة في البرازيل، يعني بتنظر إزاي اللي وقبلها كان في الخليج العربي، وعمتا بدأنا نشوف تطرف شديد في الظواهر المناخية، فبننظر كيف ننظر لهذه الأمور يعني وتأثير التغيرات المناخ عليها؟ طيب أستاذ حسام، هو حضرتك قلتها، هو التغيرات المناخية من الظواهر بتاعتها أن بيحدث ما يطلق عليه بالظروف الجوية المتطرفة Extreme Weather Events، فدي بتيجي كأحد التداعيات أو أحد الأثار الرئيسية لظاهرة التغيرات المناخية. طيب ماذا يحدث في البرازيل الآن حضرتك؟ هو لو أخذناها كده بس نرجع لخطوة لورا شوي. أولا الأمطار والسيول والأعاصير هي ظاهرة بتحدث منذ يعني منذ التاريخ المسجل اللي احنا شفناه على ظهر هذا الكوكب، دايما بيبقى فيه أعاصير ودايما بيبقى فيه سيول وأمطار جارفة إلى آخر. ولكن ما يحدث من شدة يعني التردد اللي هي الفريكونسي، يعني التردد سريع، بيحصل سيول زي ما حضرتك تفضلت في دول كثيرة، أعاصير وسيول حصلت في العام الماضي ده حتى من بداية يناير حتى الآن في بلدان ومناطق كثيرة من العالم، دي بنطلق عليها زيادة سرعة أو التردد، ما يحدث يعني تتردد هذه الظاهرة بشكل كبير. نمرة اثنين، الضراوة بتاعتها أو القسوة بتاعتها أو شدتها بتبقى أقوى. طيب إيه اللي بيحصل في البرازيل أستاذ حسام؟ هو الحقيقة دي مرتبطة أكتر بظاهرة النينيو. ما يحدث حاليا في البرازيل هو الأمطار بدأت من طبعا المحيط، ظاهرة النينيو ظاهرة مناخية طبيعية جدا وبتحدث، نينيو يعني الولد الصغير باللغة الأسبانية، وهي بتحدث في المحيط الهادي اللي هو الباسيفيك، ودي بتزود الأمطار كتير جدا في المناطق خاصة في البرازيل وفي أوروغواي، المناطق اللي هي رايقة على المحيط الهادي. ولكن زي ما حضرتك تفضلت في البداية في التقديم لهذا الموضوع، أن بسبب زيادة غازات الاحتباس الحراري وظاهرة التغيرات المناخية زادت شدة وضراوة وقسوة مثل هذه الظواهر الطبيعية. يعني احنا حضرتك حاليا ما نعاني منه هو زيادة او الظروف الجوية المتطرفة حدثت بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري او التغيرات المناخية، وان كان الاصل في الموضوع ابتدى بسبب ظاهرة مناخية عادية وطبيعية، فإحنا ما زاد علينا. أيوة بس حضرتك أشرت لفكرة النينو وفي مصطلح تاني كمان غير النينو النينيا بالظبط، إيه الفرق ما بينهم بقى؟ الفرق بينهم يا فندم إن واحد هما الاثنين طبعا ظواهر. كنا كلمنا في الموضوع ده قبل كده بس الواحد بينسى الفرق ما بين الاثنين. مشكلة يا فندم، هو النينيو عكسه هو النينيا. النينيو هو الولد الصغير، النينيا هي الصبية الصغيرة بالأسبانية. واحد بيجي حضرتك علشان يجيب يعني المياه تبقى سخنة وبينتج عنها أمطار كثيرة، الثانية بتبقى مياه باردة وبينتج عنها برودة. يعني واحد بيجيب برودة والثاني بيجيب حرارة شديدة أو حرارة شديدة، لكن الاثنين بيؤدي إلى اضطرابات جوية شديدة عنيف.
عنيفة جدا، وبتحدث حضرتك في المنطقة بتبتدي في المحيط الهادي وبتكمل بقى في طريقها حسب اتجاه الريح إلى آخر. لكن هما ظاهرتين طبيعيتين بيحصلوا، لكن احنا يهمنا ايه حضرتك نخرج ما هي الدروس المستفادة بعد إذن حضرتك من الموضوع ده. الدروس المستفادة ان المستقبل هيكون هناك هنشوف مثل هذه الحالات زي الأعاصير والسيول في كثير من بلدان العالم كتير هتحصل. ما يهمنا هنا ان احنا نستعد وناخد اجراءات احترازية واجراءات حمائية حتى يمكن ان تكون البنية الاساسية لدينا قادرة على استيعاب وقادرة على التعامل ومواجهة مثل هذه التداعيات، سواء بقى السيول او زيادة درجة حرارة او جفاف. مفهوم. فالمفروض دي تهمنا سيادتك ان احنا نكون على هبة الاستعداد، لان حاجات دي حديد، هذه الظواهر حديد وحديد شدتها وقسوتها وتبقى اكثر عنفا في المستقبل. فاحنا وزي ما احنا شفنا ان الحمد لله الدولة المصرية ابتدت تاخد اجراءات فعلا حمائية علشان خاطر احنا عارفين ان مصر طبعا لديها حساسية بالنسبة لتغيرات المناخية، وابتدينا ناخد اجراءات وبعض المشروعات شغالة فعلا على ارض الواقع حتى يمكن حماية المواطن المصري من مثل هذه التداعيات في المستقبل. ودي حاجة دروس مستفادة لنا بنشوفها درس عملي، كيف أن الطبيعة حضرتك ده رد فعل الطبيعة على ما يحدث من اختلال في النظام الإيكولوجي اللي احنا عملناه. ماذا الإنسان عمل حاجات كتيرة جدا من الثورة الصناعية، وهي دي ندفع ثمنها دلوقتي، واولادنا للاسف الشديد استاذ حسام هيدفعوا الثمن اكثر. لا وظواهر متطرقه، يعني انا قدامنا صوره في فيضانات البرازيل، صوره شهيره الحصان واقف فوق سطح البيت، سبحان الله، الفيضانات غرقت المدينه كلها والحصان واقف فوق اسطح البيت عشان تانجو. يعني كانت يعني ترند كبير جدا ان احنا بنحاول ننقذ بس الانسان ولكن ايضا الحيوان، لان حضرتك التنوع البيولوجي سبحان الله، التنوع البيولوجي من نبات ومن حيوان طبعا لازم نحميه، بيتأثر تأثر كبير كمان برضو بالتغيرات المناخية، لأنه بيحصل حالات التصحر والجفاف وغيرها، وبالتالي بتبوت أو بتنتقل أو بتحصل هجرات للحيوانات أو عمليات انقراض متسارعة. أنا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا الدكتور علاء سرحان أستاذ اقتصادات البيئة بجامعة عين شمس، أنا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا. ودي قصة أخرى من قصة التطرف المناخي اللي يبدو أنها هي لن تنتهي أو مش هنشوف ليها نهاية قريبة إلا لم ينتبه العالم بمزيد من الإجراءات لتحسين المناخ العالمي ووقف التدهور الكبير والتغير السريع والمضطرد في درجات الحرارة، وبالتالي في الظواهر المناخية المتطرفة اللي بتشهدها بلدان كثير في العالم.